مودرن فيوتشر النهارده تامر مصطفى ازاي هيواجه الزمالك لو عمل الضغط العالي وليه؟ اعتقد ان تامر مصطفى هو طريقه لعبه حتى لما كان ماسك ام بي هو بيرتد الفرقه ل 10 لعيبه تحت الكوره وبيشتغل بثلاثه نص الملعب. يعني خلينا نقول مفاتيح اللعب عند كابتن تامر مصطفى، عندك ناحيه يمين باسم علي وناحيه الشمال جونسان نجويم، ده مفتاح لعب مهم جدا. صحيح. ومن قدامه محمد فاروق، محمد فاروق بيمتاز بالسرعات والمهاره العاليه، فبرضه الجبهه دي ناحيه الشمال هتبقى مقلقه جدا. ناحيه اليمين خلينا نقول باسم علي ومحمد صادق، محمد صادق لما كان في الاسماعيلي وانتقل رجليه الشمال حلو قوي، مهاري، عنده رؤيه كويسه قوي، فبالتالي برضه ناحيه اليمين هيبقى فيه جبهه كويسه. عندك الثلاثي اللي قدام من وجهه نظري اللي هو هيشتغل 4 3 3، هتلاقي احمد عاطف وياسر علي. ياسر ده طبعا الكابتن احمد بيقول طبعا اللي هو العار من عندنا او بالظبط فيرود كويس، واحمد عاطف واذا كان علي زعزع ممكن يزيد شويه او يثبت، محمد صادق يزيد، يبقى في ثلاثي قدام احمد عاطف وراس حربه لكن بيشتغل متحرك ناحيه اليمين وناحيه الشمال. يعني علي ياسر هو هيبقى رقم 9، هو اللي داخل ال 18، وممكن من ناحيه اليمين هيبقى صادق لو زاد في واحده او احمد عاطف من ناحيه الشمال. فانت الراجل بيشتغل تامر ثلاثه نص ملعب صريحه جدا، زائد الثلاثه اللي قدام عندهم تباين او اختلاف شويه في طريقه اللعب في التحركات اذا كان احمد عاطف ولا صادق، ومن قدامهم اعتقد علي ياسر هو اللي هيبقى راس حربه سابق. هيلعبوا يا وليد 4 3 3 ولا من وجهه نظرك ممكن يلعب من البدايه 4 4 2 ويبقى احمد عاطف وعلي ياسر اثنين فراوده سرعه بحيث انه يضغط على الخط الدفاعي النادي الزمالك؟ 4 4 2 مفيش فرقه في مصر بتعرف تلعبها ولا تنظمها ولا يعني تنفذها حتى، لان احنا مش متربيين عليها. فانا اشك تماما ان هو هيشتغل 4 4 2، لكن 4 3 3 دي اللي ممكن تبقى اوضح شويه، او هي اللي هو بيثبت ثلاثه في نص الملعب. وبعدين انت بتلعب نادي الزمالك برضه، وهو الراجل عنده طموح واللاعب عنده طموح اللي انت بتلعب في الكونفدراليه ووصل في الدور ده، فدي حاجه ايجابيه، فبالتالي عنده طموح كبير جدا. فثلاثة نص الملعب دي الاوضح ودي من وجهه نظري، لان هو يعتمد على الهجمه المرتده طول. تامر مصطفى بيشتغل على الهجمه المرتده، فعنده سرعات ممكن ينفذها من الطرفين وعلي ياسر كراس حرب. يعني مش هيلعب على الاستحواذ من بدايه المباراه، خصوصا ان عنده محمد فاروق وعلي زعزع ومحمد صادق، لا لا ثلاثة لعيبه كوره في وسط الملعب. ما اعتقدش خالص اللي هو يلعب على الاستحواذ، هو بيبني الهجمه في حاله اللي هو كرة انتهت عند مرمى نادي الزمالك، هيرتد لنص ملعبه ويشتغل حته التقفيل، وهيستنى نادي الزمالك يجي له ويشتغل على القطع على الكوره الثانيه، والثالثه تبقى كونتر اتاك.